فن الزمن الجميل وفن زمننا هذا، أنا أعتقد بأنه أيضاً جميل في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون. يسعدنا أن نلتقي وإياكم مع ابن أخ الفنان الراحل عبد الحليم حافظ محمد شبانة. يا مرحبا فيك. مرحبا حضرتك فنان، أهلا وسهلا بحضرتك. سعيدين بوجودك بمهرجان الفجيرة الدولي. الله يخليك، أنا الأسعد والله بحضراتكم بتشرفكم. خبرنا شوي عن متحف عبد الحليم حافظ. والله المتحف يعني الحمد لله لما جه أولا يعني أنا الفكرة كلها والفضل للمعالي المهندس محمد سيف الأفخم الحقيقة، يعني بعد ما كلمته أن أنا عايز أعمل متحف متنقل لعبد الحليم وأجوب به كافة أنحاء الوطن العربي وأوروبا وكده، قال لي طب ما يعني أنا ممكن أشوف إن شاء الله لو ممكن نبتدي بمارة الفجيرة، ده أتشرف والله وتحت رعاية طبعا اسمه الشيخ حمد، فكانت حاجة يعني فوق الوصف زي ما حضراتكم شايفين. المقتنيات والمتحف شهد إقبالا يعني كبير جدا من كافة الأعمار، كافة الجنسيات، كل ضيوف المهرجان تقريبا من فنانين من صحفيين من ناس محبين العندليب من كافة أنحاء الوطن العربي، حتى الأجانب والله يسألوني، يعني في أجانب كتيرة جدا سألوني إيه عبد الحليم، تكلمني أنا حين تتكلم عندهم ابتدوا يتأثروا ويروحوا يسمعوا عبد الحليم ويشوفوا أغانيه بتقول إيه. الحاجات اللي شفوها جوه أول مرة يشوفوها خالص، في يعني ما شفوهاش قبل كده، وده من فضل ربنا، وإن شاء الله يعني مستنينهم كمان الأسبوع ده يجوا كمان أكتر وأكتر، واللي جه النهاردة بيقول أنا هاجي بكرة وبعده وبعده، إن عبد الحليم ده جزء من كاننا، وكل مرة بنسمعه فيها ونشوف حاجته كأنها أول مرة وكأنه عايش معانا. فأنا يعني الحمد لله سعيد بحب الناس وحب يعني ربنا لي، يعني أعتقد نحسبه كذلك وأنا زكي على الله. هو 42 سنة لحد دلوقتي متوفي، ولكن الناس كلها حباه الحمد لله، مفيش فنان ولا مطرب متوفي في معجبينه بيختموا له القرآن، هو أخواته في رمضان بيطلعوا له حج وعمرة ويهبوها لي. يعني حب عبد الحليم مع جمهوره حب كأنه واحد من بيت عيلتهم، من واحد أسرتهم، مش فنان مجرد انه فنان، اي نعم عمل حاجات كبيره جميله جدا جدا حلوه، انما عبد الحليم انسان كان حاجات كتيره جدا جنب عبد الحليم الفنان. شو الهديه اللي ممكن تقدمها له لو كان موجود؟ انا ده هو اكبر هديه في حياتي، ده هيبقى اكبر هديه في حياتي عمو حليم، بس يرجع يوم واحد كده او احنا ان شاء الله يمكن نلتقي في الجنه باذن الله. باذن الله طبعا. الوالد دائما اكيد يتكلم عن عبد الحليم حافظ. والدي طبعا والدي ده هم كانوا روحين، يعني روح واحدة في جسدين. في أشياء معينة كان يذكرها فيها؟ طبعا عبد الحليم كان بيكلف والدي بالإنسانيات كلها، يعني كان ينزل البلد وينزل هنا وهناك ويعمل حاجات في الخير يعني مع ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا، وإلى الآن الحمد لله الحاجات دي مستمرة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، يعني مهما كان الإنسان بيتتأرجح أحواله إنما الحاجات دي الحمد لله ثابتة، وربنا سبحانه وتعالى مقدرنا إن إحنا يعني نطلعها لحد دلوقتي، لأنه هو يعني حاجة من عند ربنا وتروح لابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. نعم. طيب أحمد زكي الله يرحمه بعد هو أخذ دور من بعض الأدوار لعبد الحليم حافظ، عمل فيلم لعبد الحليم، بس هو الله يرحمه كان تعبان جدا في أواخر أيامه وكده، يعني احنا صرحناه يعني بالفيلم علشان ما نقطعش عليه آخر أمنية ليه يعني وكده يعني. بس لو حد حابب يجسد دور الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ والله هو صعب جدا، صعب قوي انه يجسد، لان عبد الحليم عايش في كل وجدان كل واحد فينا. نعم. فالناس مش تقبل قوي يعني. في حد صوته حلو في العائله؟ شويه بغني خفيف كده، واولادي برضو على خفيف كده والصغيرين لسه. لو طلبنا منك تغني لنا. ومال يلا. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلسل، ده انا يا عيوني عليك سألوني ويا ما بتقال، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي عليا وضيع عليا ارحم عذابي. الله شكرا لك. اقول رب كل يعني المعرض والمتحف يعجب كل الناس ويجوا ينورونا في مهرجان الفجيرة الدولي وفي الارض الطيبه دي والناس الطيبه دي، يعني وده اول مره يتعمل متحف لعبد الحليم في العالم كله.